النادي الأهلي بيتبع اللوائح والقوانين وتطبيقها. يعني لو في قانون أو لائحة بتقول إن إسلام يتوقف، هيتوقف. النادي الأهلي هيبقى واقف مع إن هو يتوقف طالما غلط وأخطأ. ولكن عندما لا يخطئ، أنا عندي فيديوهين، أشوف فيديو وما أشوفش التاني، ده عشان إيه إن شاء الله؟ ما شفتهاش في الحتة دي. خلي بال حضرتك، لاحظ على الجانب الآخر، شايفين الالتزام بتاع اللاعب؟ هو لاعب في النادي الأهلي، وبالتالي التزامه كبير جدا في هذا الأمر، إن هو ما يطلعش يعلق، ما يتكلمش في حاجة، ركز في ماتشاتك. كان له دور كبير جدا في المباريات السابقة إن هو يكسبنا، وده دوره إن شاء الله وربنا يكرمه في مباراة يوم الجمعة القادم يوم 5/5 في كأس السوبر، ونشوف اللي هيعمله إن شاء الله إذا لعب. هو ده النادي الأهلي، هو ده أسلوب النادي الأهلي، وهي دي طريقة النادي الأهلي، دائما اتباع اللوائح والقوانين وتطبيقها على النادي الأهلي قبل أي حد تاني. مش زي ما كانوا بيقولوا، مش زي ما كانوا هم بيقولوا، بيطلعوا يقولوا إيه؟ بعض الإعلام من بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيطلعوا يقولوا إيه؟ النادي الأهلي ده بعبع ومحدش يقدر عليه. لا يا جماعة، النادي الأهلي طالما عندك حق هيفضل أو طالما ليه حق هيفضل يدافع عنه لآخر لحظة مهما كان هذا الأمر. لو ماليش حق، لو النادي الأهلي ملوش حق، صدقوني صدقوني النادي الأهلي دائما لا ينظر لمثل هذه الأمور. ولكن عشان النادي الأهلي عارف كويس جدا ان احنا عندنا حق وعندنا إدارة قانونية محترمة تقدر تجيب لنا حقنا، ففضلنا ورا هذا الموضوع لغاية 14/5، ونشوف ايه اللي هيحصل بعد 14/5. خلينا نروح للمستشار محمد عثمان. سيادة المستشار، ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام، مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدين قناه النادي الاهلي الكرام. مساء الخير يا فندم. يعني خليني ابدا مع حضرتك بقرارات لجنه الاستئناف اللي انتهت الى وقف نظر الاستئنافات الاربعه، وكذلك القرارات المطعون عليها الصادره من قبل لجنه الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسه 14/5/23 في الدعوه رقم 48268 لسنه 77 قضاء اداري. تمام. هو طبعا في الحقيقه قرار لجنه الاستئناف القاضي بوقف نظر كل هذه الدعاوى اللي حضرتك اشرت اليها طبعا بيتفق مع صحيح القانون. بيتفق مع صحيح القانون ليه؟ لان احنا عندنا قضيه اوليه او مساله اساسيه متمثله في طعن النادي الاهلي على مشروعيه قرار تعيين لجنه الانضباط مصدره هذه القرارات. واحنا لجانا للقضاء الاداري بدعوى مستعجلة، تم تحديد جلسة 14/5 النظر هذا الطعن في مدى مشروعية تشكيل اللجنة. نعم. فبالتالي قرار لجنة الاستئناف أو التظلمات باتحاد الكرة برئاسة باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشرباجي بيتفق مع صحة القانون، وبيتفق مع جميع الإجراءات اللي اتخذها النادي الأهلي بهدوء، لأن احنا في النهاية لا ننصاع إلا للقانون. وده طريقنا دائما. وكان طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بيولي هذه المساله اهميه خاصه باعتبارها قضيه قانونيه، والحمد لله ان تم اتخاذ هذا القرار، وننتظر ان شاء الله 14/5 كلمه مجلس الدوله او كلمه القانون في مدى مشروعيه لجنه الانضباط. طيب معلش يا فندم برضو، لانه ممكن الناس ما تبقاش فاهمه الشكل بشكل قانوني، اللي يهم جمهور النادي الاهلي، هل كهربا هيكون موجود مع النادي الاهلي بشكل طبيعي لغايه يوم 14/5؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده صحيح ولا لا؟ بالطبع كهربا مكمل مع النادي الاهلي ومستمر في لعبه، هيلعب السوبر حتى مش ل 14/5 بس، لان 14/5 ممكن المحكمه تاجل القضيه لجلسه او جلستين قبل ان تصدر حكمها، وبالتالي كهربا مستمر في اللعب حتى يصدر مجلس الدولة حكما في هذه القضية. التالي ايه بقى يا فندم؟ يعني ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المحكمة، محكمة القضاء الإداري لو قضت ببطلان تشكيل اللجنة هتنتظر الحكم وننتظر الحيثيات، وهيعاد تشكيل اللجنة في إطار اللي هتقوله مجلس الدولة. ولو مجلس الدولة قال إن قرار تشكيل اللجنة صحيح، يبقى هنرجع لجنة التظلمات
لتنظر الاستئناف، وهنا في الحاله دي هنقدم دفاعنا اللي كان منصب على ان الفيديو لم يتم فحصه وبعض الامور القانونيه الاخرى، يعني هنرجع لنقطه الصفر. ان كان في اتنين فيديو وشافوا فيديو ما شافوش التاني. بالظبط كده، فخلينا لكل حادث حديث. اما الان قولا واحدا، جميع هذه التظلمات تم وقف نظرها، اللاعب مستمر في اللعب، ننتظر كلمه القضاء الاداري في هذا الشان. طيب اذا انا بشكرك جدا يا سياده المستشار وعلى كل هذا المجهود، احنا عارفين طبعا ان مجهود كبير جدا عليكم، ولكن دائما ما يكون النادي الاهلي دائما في نصره اللوائح والقوانين، او القوانين واللوائح والدستور وكل هذه الامور، لان النادي الاهلي دائما اخلاقه ومبادئه هي اللي بتودينا لمثل هذه الامور. شكرا جزيلا للمستشار محمد عثمان على كل هذه التوضيحات.